مش طب اتفضل يلا مراقب المؤتمر الصحفي بعد اذنك. اذا يا اما استشفاء يا اما بيلعبوا طايره يا اما جري خفيف يخشوا مختص ثلج، حاجات كلها استشفائيه، لاني ما تقدرش كل 3 ايام. وبقالنا فتره يعني لو عديت لك كثافه الماتشات من قبل كده حوالي مثلا داخل لك على 7-8 ماتش بتلعب كل 3 ايام، كل 3-4 ايام، 3 او 4 3 او 4، يمكن الماتش ده النهارده 10 هتلعب بقى 15، فدي فرق، يمكن هيبقى في فرق زياده يوم شويه. انما قبل 10 كنا بنلعب 6، وبعدين قبل 6 كان 2، وقبل 2 كان 29، فالماتشات كلها كل 3 ايام، فبالتالي ما بعملش كوره. لا انت بتريح اللعيبه، بتحاول ان انت ما تحطش اي اجهاد على اللعيبه في التدريب بس، لان هو مش ناقص، هو يا دوبك بيلعب كل 3 ايام ماتش، فانت مش محتاج ان انت تحرق له طاقه في تدريبات يعني. انت بتسال سؤال وبتقول التناقض بتاعه، بتقول انت مدير فني ومش من حق ومن حقك تقول، وبعدين بتيجي تسال سيد معوض لاعب ليه احترامه، لاعب ليه خبرته، بحترمه كويس، علاقتي بيه كويسه جدا، ولكن في نفس الوقت انا بشوف الاصلح في الوقت طيب في عطل كان مدير فني منتخب مصر. مايكل لما ارجع بس للمؤتمر تاني. طب اتفضل. انت خلاص اتسالت، حد اخر سؤال للكابتن ده؟ اتفضل. بالنسبه للكابتن دلوقتي احنا بقى لنا يعني الاهلي بقى لنا ماتشين بيحقق نتائج كبيره. الفريق بيكسب ما شاء الله ما شاء الله. وانا اللي حاسس كابتن مش لا لا انت بتقول له انا ما قلتلكش احنا بنقول ما شاء الله. طبعا ايه سر التحول؟ يعني الاهلي قبل كده كان بيعاني جدا مع مثلا يحقق فوز. احنا كنا بنتكلم لو كنا ايام ما كنا حتى يعني في اهدار للنقاط كان في محاولات وكان في روح. راجع ماتش الداخليه خسرنا 1-0 بس كنا يعني عايز اقول لك ضاغطين على فرقه الداخليه وبنلعب، لكن ما كانش عايز الكره تديك. ماتش ام بي محاولين وبرضه في روح عاليه جدا وقدرنا نوصل اكتر من كوره وضيعنا اكتر من فرصه لكن ما طلعت بس. يعني عايز اقول لك ان دائما لعيبه النادي الاهلي بيحسوا بالمسؤوليه دائما، بيحاولوا على طول، ممكن يحصل فيه بعض الاهدار للنقاط، لكن في نفس الوقت بنكمل يعني او عايز اقول لك بنفضل على طول باستمرار بنبحث عن الثلاث نقاط. الروح كانت موجوده، الروح كانت موجوده. اللي جد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، مجهود اللعيبه اللي بتبذل مجهود وعايز اقول لك يعني بيحاولوا على طول، يعني النهارده الشوط الاولاني طلع 0-0 بيفضل يحاول، وممكن اول ربع ساعه تلت ساعه مفيش يعني عايز اقول مفيش استغلال للفرص او مفيش توفيق في حته الفرص، لكن فضلت تحاول لغايه عبد الله السعيد شاط اكتر من كره النهارده لغايه لما بجد بس. فطول ما انت بتحاول طول ما ان شاء الله هيبقى فيه يعني. السلام عليكم، بشكركم على حضوركم، بشكر كابتن محمد والكابتن خالد. عشان بس والله ما عرفت، بس هو خالد عيد ما حضرش المؤتمر ولا ايه؟ ولا احنا